لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوع راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوتي الفضلاء، كل عام وحضراتكم بخير. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. نحن على موعد في هذه الليلة الكريمة المباركة في حلقة جديدة من حلقات أحكام تلاوة القرآن الكريم. تكلمنا بالأمس عن أحكام الميم الساكنة، وقبل أمس تكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، علشان نحاول ان احنا نذكر بعضنا، هنحاول ان احنا نرجع عليهم مراجعة سريعة ونسأل بعض الأسئلة لعل هذه المراجعة تكون سببا في تذكرتنا بأحكامنا التي درسناها من قبل. تكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا بأن للنون الساكنة والتنوين أربع أحكام. قلنا النون الساكنة والتنوين لها كم حكم؟ قلنا أربع أحكام. الحكم الأول الإظهار الحلقي، تمام؟ الحكم الثاني الإدغام، وقلنا بأنه ينقسم إلى قسمين حاليا أحكام النون الساكنة والتنوين. أو الحكم اللي هو الايه؟ الإظهار الحلقي، وقلنا له كام؟ ست حروف، حروفهم ستة اللي هم الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وسمي حلقيا لأن حروفه تخرج من الحلق، لأن حروفه تخرج من ايه؟ من الحلق. تمام، اتفقنا على كده؟ طبعا بننطقه بدون غنة، وقلنا ان الاظهار ده قد ياتي في كلمه واحده وفي كلمتين، يعني النون الساكنه وحرف الاظهار الاثنين ممكن يبقوا في كلمه واحده زي ما قلنا منها وعنها وهكذا، او ياتي في كلمتين. تمام، اتفقنا على الموضوع ده؟ طيب، وقلنا بان الحكم الثاني من احكام النون الساكنه والتنوين الإدغام. وقسمنا الإدغام إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. طبعا إدغام له ست حروف في كلمة يرملون كما ظاهر أمامنا حاليا، كامل في أربع حروف اللي هو النون والراء والميم واللام من حيث التشديد، كامل في أربع حروف وناقص في الواو والياء. طيب، قلنا طبعا الإدغام بغنة له أربع حروف اللي هم ينمو الياء والنون والميم والواو، ومن حيث الغنة أيضا في إدغام بغير إيه؟ غنة. يبقى في إدغام بغنة وإدغام بغير إيه؟ غير غنة. طبعا له حرفين اثنين زي ما قلنا اللي هم اللام والراء. يبقى خدنا ست حروف للإظهار وستة للإدغام وحرف واحد اللي هو الإقلاب وهو الايه؟ الباء، طبعا لقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة زي ما جبنا أمثلة على ذلك كثيرا من القرآن الكريم، وقلنا كلا لينبذن نون وقع بعدها الباء يبقى حكمها الايه؟ الإقلاب. اتفقنا؟ طبعا قلنا الحكم الرابع وهو الإخفاء الحقيقي، إظهار الحلقي والإدغام والإقلاب، وقلنا ان هم موجودين في بيت، البيت ده موجود حاليا امامنا، هو صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى
دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. طبعا قلنا ان دولك 15 كلمة، بناخد من كل كلمة الحرف الاول اللي هو بالاحمر اللي باين امامنا حاليا. يبقى صيف بناخد الصاد، جاء بناخد الدال، ثنا بناخد الثاء، وهكذا. كل حرف احمر ظاهر امامنا يبقى كل كلمة بناخد منها ايه؟ اول حرف. يبقى لو لقينا اي حرف من حروف اللي هي 15 بعد النون الساكنة او بعد التنوين نعرف ان ده ايه؟ اخفاء حقيقي. ده كان يعني تذكرة بسيطة عن احكام النون الساكنة والتنوين. ثم بعد ذلك انتقلنا على احكام الميم الساكنة، وشرحناها طبعا امبارح بالتفصيل. وقلنا ان الميم الساكنة لها ثلاث احكام بس، تمام؟ الميم الساكنة لها كام؟ لها ثلاثة، تمام. قلنا اول حاجة اللي هو الاخفاء، ثم بعد ذلك الادغام، ثم بعد ذلك الايه؟ الاضغام الصفوي. طبعا ظهر حاليا امامنا الادغام اللي هو ادغام متماثلين الصغير اللي احنا خدناه امبارح، وله حرف واحد اللي هو الميم. يبقى لو لقينا ميم ساكنه وقع بعدها ميم كما هو واضح امامنا حاليا، ميم وبعدها ميم، ادي ميم ساكنه عاريه وياتي بعدها ميم المشدده، نعرف ان ده حكمه ايه؟ ادغام متماثلين او ادغام مثلين صغير. وادخال الميم الساكنه في الميم المتحركه بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا مع الغنه. اما اقول ايه؟ ما لهم من دونه، ادي ميم وقع بعدها ميم، ده اسمه ادغام متماثلين او ادغام مثلين صغير. قلنا الحكم الثاني اللي هو الاخفاء، الحكم الثاني وهو الاخفاء الايه؟ الشفوي، وله حرف واحد وهو الباء. يبقى اذا وقعت الميم بعدها باء، يعني ميم ساكنة عارية ويأتي بعدها باء متحركة، يتم إخفاء الميم عند النطق، أي لا نطبق الشفتين. نقول إيه؟ إن ربهم بهم، ما تقولش ربهم ونقفل الشفتين، لا نطبقها، لا نطبق الشفتين، إن ربهم بهم، وهكذا. طيب الحكم الرابع كان الحكم الثالث كان أخذنا اللي هو الإظهار الإيه؟ الشفوي. له طبعا ال 26 حرف الباقيه بعد الميم وبعد الباء، يبقى له 26 ايه حرف، وبيكون الميم عليها ايه؟ سكون كما هو واضح امامنا. اما في الادغام بيكون الميم ما عليهاش حاجه خالص، عاريه من الحركات، والميم اللي جايه بعد منها مشدده لان الحرفين بايه؟ بيدغما. وميم الاخفاء بتكون عاريه كما قلنا بالامس، حكمها الايه؟ الاظهار، يتم نطق الميم مظهرة كنطقها الطبيعي بدون غنة، ونحذر الغنة كما قلنا بالأمس، كما قال الإمام: واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد تعرف به. طبعا عرفنا الكلام ده كله امبارح، قال لك ويسمى إظهار شفوي شديد، ويسمى إيه؟ إظهار شفوي شديد. في الليلة إن شاء الله سنتكلم عن درس جديد، وهو النون والميم المشددتين، تمام؟ الميم والنون ايه؟ المشددتين. طبعا احنا قلنا امبارح ادينا نبذه مختصره عن النون والميم المشددتين، قلنا اي نون او اي ميم عليها شده، سواء بقى شده وفتحه او شده وكسره او شده وضمه. جاب لك النون هنا مشدده والميم مشدده، الوجوب الغنه بمقدار حركتين او زمنا يضبط بالمشافهه. طبعا بنظبطه بنشوفه بالمشافهه، انك لما تكون مثلا متابع مع شيخ او بتقرا على شيخ، بمجرد انك هتشوفه هتعرف تنطق كما ينطق، تمام؟ يبقى ايه هو؟ تعالى اما نعرف بقى النون المشدده وايه هي الغنه اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا الغنه الغنه هو حرف، او طبعا بتبقى الغنه دي بتخرج منين؟ من الخيشوم. الغنة أولا مخرجها منين؟ من الخيشوم، وهي صوت أرن يخرج من الإيه؟ من الخيشوم، أو صوت ضخيم يخرج من الإيه؟ من الخيشوم. أما نقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين، هذه الغنة في النون المشددة. الميم مثل ثم، يبقى عرفنا الغنة توجد فين وفين. أول حاجة في النون والميم المشددتين، مقدار الغنة قد إيه؟ حركتين.
في هنا بيقول لك ملاحظه، الغنه تتبع الحرف الذي بعدها تفخيما وترقيقا، الغنه تتبع الحرف الذي بعدها تفخيما وترقيقا. فاذا اتى بعد الحرف بعد الغنه مفخم فخمت الغنه. طبعا احنا قلنا الغنه تاتي في كذا نوع، اول حاجه بتاتي في النون والميم مشددتين، ثم بعد ذلك تاتي في احكام النون الساكنه حاله الادغام كما قلنا، وحاله الاقلاب، وحاله الاخفاء الشفوي. ازاي بقى ان الغنه بتتبع الحرف الذي بعدها تفخيما وترقيقا؟ الغنه مثلا في اما اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أدي النون اللي فيها الغنة بتاع من وبعدها القاف. القاف دي من حروف التفخيم ولا من حروف الترقيق؟ القاف من حروف الإيه؟ التفخيم. يبقى نفخم الغنة، تمام، يبقى نفخم الإيه؟ الغنة بتاعت النون. نون إيه؟ من قبلك، ما نقولش من، لا غلط، لازم نفخم الايه؟ الغنه. يبقى الغنه تتبع الحرف الذي بعدها تفخيما وترقيقا، فاذا كان ما بعدها مفخم فخمت، واذا كان ما بعدها مرقق رققت. طيب، طب نجيب حرف كده مرقق زي حرف الكاف مثلا. اما اقول بسم الله الرحمن الرحيم، أن كان ذا مال وبنين، أن كان، ما قلناش أن فخمنا الغنة، لا نقول إيه؟ أن كان، لأن الحرف اللي جاي بعدها إيه؟ مرقق. يبقى الغنة تتبع ما بعدها، فإذا كان بعدها مفخم أخمت، وإذا كان ما بعدها مرقق رققت. الكلام ده واضح ولا مبسط الامور يعني ابسط من كده؟ لو حد عنده اي استفسار او اي سؤال او اي تعليق او اي انتقاد يتفضل. ماشي، تمام ان شاء الله. طيب نجيب امثله بقى للنون المشدده. اما نقول ايه؟ يعدهم ويمنيهم، ادي النون مشدده، ويمنيهم. أمال إيه؟ وإن هذه أمتكم. الميم مشددة أيضا، يبقى الميم أي ميم مشددة. السلام عليكم، الصوت واصل حاليا؟ تمام. ايوه فعلا الصوت كان فصل، فعلا النت كان فصل مني، عذرا. طيب سنكمل الحديث. تكلمنا عن الايه؟ الميم والنون المشددتين، وجبنا امثله على ذلك، وقلنا ان الغنه صوت له رنين في الخيشوم، وصراحة صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل لسان فيه. وجبنا طبعا ايه؟ أمثلة على النون والميم، وقلنا بأن الغنة تتبع ما إيه؟ ما بعدها، فإذا كان ما بعدها مفخم أخمت، وإذا كان ما بعدها مرقق رققت. الكلام ده واضح؟ طيب أما أقول مثلا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ، السين هنا مرقق ولا مفخمة؟ مرققة. يبقى الغنة هتكون مرققة ولا مفخمة؟ يبقى الغنة أيضا مرققة، يبقى الغنة تتبع ما بعدها. تمام. أما نقول ينطقون، أدي الطاء مفخمة، يبقى الغنة أيضا إيه؟ تفخم. طبعا الغنة ده لها مراتب. لها إيه؟ لها مراتب، لها خمس مراتب. أول حاجة في المشدد والمدغم، يعني لما يكون الحرف مشدد زي ما احنا قلنا النون لما يكون على شدة أو الميم تكون على شدة، ده بيكون
اكمل الغنة، يبقى اكمل غنة فين؟ في المشدد والايه والمدغم كامل التنوين. زي اما نقول ايه من يقول، ده المدغم ها، هو الادغام بغنة او الادغام بغير غنة او لا الادغام بغنة فقط، لان الادغام بغير غنة طبعا ما بنغنش فيه. يبقى نعرف ان اول حاجة في المشدد اما نقول ان او ثم، وفي الادغام بغنة اما نقول ايه من يقول، ثم بعد ذلك المدغم الناقص، المدغم الايه الناقص، زي ما نقول مثلا ايه من ولي او من نعمة، تمام. اما اقول بقى المخفي طبعا اللي هو الحكم الاخفاء، لو لقينا نون وقع بعدها اي حرف من حروف الايه الاخفاء، بعد كده الساكن المظهر، الساكن اللي هو الايه المظهر طبعا بنبين في الايه النون، هو طبعا لما يجي النون ساكنه او اي نون ساكنه ماشي بن ايه بيبقى فيها زي، اما اجي اقول مثلا حرف الميم اما بيجي بعدها حرف الباء مثلا بيكون حكمها الاخفاء، أم ايه ان ربهم بهم، تمام، ان ربهم بهم ايضا يوجد فيها الايه الغنه. يبقى الغنه توجد زي ما احنا قلنا امبارح، توجد في احكام النون الساكنه والتنوين، حاله الادغام والاقلاب والاخفاء الحقيقي، وتوجد ايضا في الميم الساكنه حاله الاخفاء الشفوي وحاله ادغام ايه ادغام المثلين الصغير، تمام كده. طيب اظن طبعا الغنه يعني مش عايز اي حاجه، والميم والنون مشدتين كده العمليه وضحت. طيب بيقول هنا ملاحظه هامه عند اخفاء الميم في حكمي الاقلاب، حيث يتم تحويل النون الساكنه او التنوين الى ميم مخفاه مع الغنه والاخفاء الشفوي الميم والباء، يجب عدم ترك فرجه كبيره بين الشفتين. اما اجي اقرا الميم والباء اما اقول زي ما كما قلنا ان ربهم بهم، يبقى لابد ما ينفعش ان انا ايه اترك فرجه كبيره، لا الفرجه بين الشفتين تكون بسيطه جدا، اقول ان ربهم بهم مش ربها، لا يبقى عشان الحرف ينطق ايه صحيح. وايضا عدم اطباقيه، ما ينفعش ان انا اطبق الايه الشفتين، اقول ان ربهم كده اظهرت الميم كاني اظهرت الميم ربهم، ادي كده نطقت الايه الميم، اما لا ده بيكون ايه حركة الاخفاء طبعا ديك لا تؤخذ الا بالمشافهه، طبعا اذا كنت بتقرا على شيخ فلازم تشوفها وهو ايه تشوفها بنطقها، تمام. لك ولكن يجب ترك فرجه بسيطه بمقدار ما يسمح بمرور ورقه، شايف شوف رفع الورقه بتبقى قد ايه، ده الفرجه اللي ما بين الشفتين بتكون ايه بمجرد ما يسمح ايه بمرور ورقه، تمام. طب ننتقل بعد ذلك عن حكم لام ال ولام الفعل، طبعا ميم والنون مشدتين خلاص انتهوا ما فهمش اي حاجه ان شاء الله، والعمليه بسيطه جدا. سناخذ احكام اللامات السواكن، احكام الايه اللامات السواكن. طبعا البيت اللي هو بتاع احكام الميم والنون المشدده اللي هو وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بلدا، طبعا سهل جدا وواضح جدا ما فيش اي حاجه. هناخد بقى اللامات زي ما احنا ماشي زي ما احنا عادي ما فيش مشكله. هناخد ايه؟ احمد يا سامي لو في سؤال اتفضل، اتفضل لو في اي سؤال او استفسار اتفضل. طب هنتكلم في اللامات السواكن، ولو حد عنده اي استفسار او اي سؤال يكتب، او لو عايز نفتح له المايك ويتفضل معانا يسال واحنا نجاوبه ان شاء الله. لو واحد عاوز يسال اي سؤال عن طريق المايك اتفضل، لو عاوز يكتب واحنا نرد عليه مفيش مشكله. طيب سنتكلم عن اللامات السواكن. طبعا احنا قلنا اما جينا ناخد احكام الميم الساكنه والتنوين قلنا بنبحث عن الحروف الساكنه في القران الكريم، يبقى لو حرف متحرك خلاص نحن في غنى عنه. طبعا متحرك خلاص بينطقوا ما او مي او مود، طبعا ده ما فيهوش ايه اختلاف ولا في مشكله. المشكله كلها في الحروف الايه الساكنه، في الحروف الايه الساكنه. يبقى بنبحث في موضوعنا ايضا عن اللامات الساكنه في القران الكريم. وردت اللامات الساكنة في القرآن الكريم في خمس مواضع، في كم موضع؟ في خمس مواضع. أول حاجة في التعريفية،
يبقى لام ال التعريفيه اول حاجه من انواع اللامات السواكن، لام ال الايه التعريفيه. النوع الثاني لام الحرف كما هو واضح امامنا. النوع الثالث لام الامر. النوع الرابع لام الفعل. النوع الرابع النوع الخامس لام الايه لام الاسم. خلي بالنا الشاشه طبعا ظهر لنا انواع اللامات الساكنه في القران الكريم، ناخد بالنا وهنمشي ان شاء الله على ايه على نفس النمط اللي امامنا حاليا. يبقى اول حاجه لام تعريف، الحاجه الثانيه لام الحرف، الثالثه لام الامر، الرابعه لام الفعل، الخامسه لام الايه لام الاسم. عارفين طبعا ان اللام قال التعريفيه ده بتكون لام ساكنه زائده. ازاي؟ اما اجي مثلا اقول كلمه رجل ادخل عليها الرجل، قول الرجل مثلا، هل ال ديك من بنيه الكلمه ولا زائده عن الكلمه؟ زائده عن الكلمه وليست من بنيه الايه الكلمه. تمام. يبقى اسمها لام ال التعريفيه، يا لام ساكنه زائده تلحق اخر تلحق ايه في ابتداء الكلام، بتيجي لايه لتعريف النكرة، أي نكرة. أقول مثلا طيب أدخل ال الطيب، رجل الرجل، أرض أقول الأرض، وهكذا. يبقى اسمها لام ال إيه؟ لام ال التعريفية، وتكون لام ساكنة زائدة على بنية الكلمة. ماشي يا أحمد، يا أحمد سامي إن شاء الله أنت بتطلب فتح المايك، هفتح لك المايك حالا، ولكن بس بعد ما ننهي الكلام عن انواع اللامات علشان ما نقطعش الحديث. تمام؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سنكمل بقى الحديث علشان ما نخرجش عن حديثنا الاول. يبقى اول لام اسمها لام ال التعريفيه. لام ال ايه؟ التعريفيه. يبقى هي لام ساكنه زائده بتدخل على الايه؟ على النكرات. زي ما قلنا رجل نعرفها نقول ايه؟ الرجل. كتاب الكتاب. شمس الشمس، وهكذا. هي لام شمسية حكمها الإدغام، وفي لام تانية لام اسمها لام قمرية حكمها الإظهار. تعال نقسم لام ال التعريفية، تنقسم إلى قسمين، قسم حكم الإظهار وقسم تاني حكم الإيه الإدغام. تمام كده؟ متابعين معايا؟ يبقى لام ال التعريفية لها إيه؟ لها حكمين. الحكم الاول اللي هو الادغام او الاظهار، والحكم الثاني ادغام. يبقى حكمين، الاظهار والايه والادغام. الاظهار له كم حرف؟ له 14 حرف. يبقى اذا وجدنا لم ال التعريفيه وبعدها حرف من 14 حرف اللي هم موجودين في قوله ابغي حجك وخف عقيمه اللي موجوده حاليا امامنا، يبقى نعرف ان ده حكمها الايه الاظهار، وهي لام قمريه. لام ايه؟ لام قمريه حكمها الاظهار. الهمزه، تعالى اما نشوف ال التعريفيه كده وجاي بعدها همزه زي ايه؟ اما اقول الارض او الامر وهكذا. يبقى اذا وقع ال التعريفيه وبعدها الهمز يبقى حكمها ايه؟ لام ال التعريفيه حكمها الاظهار. حكمها الايه؟ حكمها الاظهار. تمام الكلام واضح؟ طيب الحرف الثاني اللي هو الباء من ابغي حجك. الباء مثل الباقي، البر، وهكذا. يبقى اذا وقعت ال التعريفيه وبعدها الباء نعرف ان ده حكمه ايه؟ حكمها الايه؟ الاظهار. حكمها الايه؟ الاظهار. تمام؟ طب الحرف الثالث حرف الغين. ماشي؟ حرف الايه؟ حرف الغين. يبقى اذا وقع بعد ال التعريفيه حرف الغين يبقى حكمه ايه؟ الاظهار، مثل ايه؟ الغفور او الغني، وهكذا. الحرف الثالث اللي هو الحاء، او الحرف الرابع اللي هو الحاء، ومثل الحج، وهكذا، او الحكيم او الحكم. بعد كده حرف الدين الجامع، وهكذا. طبعا ايه الحروف ال 14، لو لقينا اي حرف من حروف ال 14 المهم ابغي حجك وخف عقيمه يبقى نعرف ان دي حكمها الايه الاظهار. حكم الايه؟ الاظهار. الجبار، ماشي، وهكذا. طبعا الامثله كلها امامنا حاليا، ان شاء الله هنبقى واحنا بنقرا هنبقى نستخرج الايه؟ الامثله دي كلها. طيب الحكم الثاني وهو الادغام. طبعا احنا في اللام القمريه، اللام اللي هي حكم الاظهار ده اسمها لام الايه؟ لام قمريه. اما اللام الاخرى اللي حكمها الادغام لام شمسيه. لام ايه؟ لام شمسيه. يبقى اذا وقع
حرف من ال 14 حرف الباقيه بعد ابغي حجك وخفع قيمه يبقى حكمها ايه؟ الادغام. وطبعا ذكر ما الادغام. اما اللام القمريه حكمها الاظهار. الصبي قطع هي مشكله نت معلش. يبقى النوع الاول من انواع اللامات الساكنه الوارده في القران الكريم كده عرفنا. يبقى لام التعريفيه لها حكمين الاظهار والادغام. الاظهار لو لقينا بعد التعريفيه ده حرف من 14 حرف اللي هم ابغي حجك وخف ايه وخف عقيمه. والادغام اذا اتى بعد ال اي حرف غير ابغي حجك وخف عقيمه. وطبعا زي ما احنا قلنا موجودين في البيت اللي هو طب ثم صل رحما تفز بالجامعه من دعسو اظن من زور شريفه للايه للكرم. بناخد اول حرف من كل ايه من كل كلمه. طيب تعالى اما نشوف النوع الثاني من انواع اللامات اللي هو لام الحرف. وهي لام ساكنه اصليه في حرفي هل وبل. طبعا هل وبل تعامل حروف تمام وليست اسماء ولا افعال. يبقى اذا راينا او وجدنا في القران الكريم هل او بل نعرف ان ده لام ايه لام الحرف. بننظر الى ما بعدها لم هل وبل. طبعا لازم تحفظ ابيات دي ان شاء الله. يعني من الافضل ان احنا نحفظ ابيات ان شاء الله هناخدها دلوقتي حاليا وهنقراها باذن الله بعد ما نشرحها. يبقى لام الحرف اذا راينا بعد اللام الساكنه التي وجدت او وقعت في هل وبل اذا وقع بعدها حرف اللام او الراء نعرف ان حكمهم الادغام. اما اقول ايه هل لكم مما هندغم اللام في اللام وتبقى لام واحده تمام. او بل لكم او بل ربكم قال بل ربكم رب السماوات والارض وهكذا. يبقى لو لقينا لم هل وبل وقع بعدها اللام او الراء نعرف ان حكمها الايه الادغام. يبقى لو جالك سؤال مثلا او طرح عليك سؤال ما حكم اللام في هل اذا وقع بعدها حرفي اللام او الراء تقول حكم الادغام تمام. ما عدا موضع واحد تمام. ماشي انا فهمت السؤال. طيب بس هنكمل الكلمتين اللي احنا بنتكلم عنهم دلوقتي عشان ما ننساش. ما عدا موضع واحد تقع بعده ماشي او يقع بعده حرف الراء بعد بل ويكون حكمه الاظهار للامام حفص. هو قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل رانا. يبقى الموضع الوحيد الذي وقع بعد اللام الساكنة التي وقعت في بل وقع بعدها راء يكون حكمها الإظهار في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى إيه كلا بل ران على قلوبهم تمام. يبقى عليها سكتة لطيفة بنسكت على اللام يبقى بنظهرها للإمام مين؟ للإمام حفص. طبعا في قراء تانيين هيضغموا اللام يقولوا كلا برانا ولكن عند الإمام حفص يبقى فيها إيه؟ سكتة لطيفة يقول إيه؟ كلا بل رانا. اتفقنا؟ يبقى لام الحرف لها حكمين الإدغام والإظهار. الإدغام إذا أتى بعد اللام لام مثلها أو راء. أما الإظهار إذا أتى بعد اللام أي حرف غير اللام والراء. الكلام واضح؟ يبقى عرفنا دلوقتي نوعين من أنواع اللام الساكنة الواردة في القرآن الكريم. أول حاجة لام التعريفية ولها حكمين الإظهار والإدغام. الإظهار إذا أتى بعد ال حرف من 14 حرف اللي هم أبغي حجك وخف عقيمه. والإدغام إذا أتى أي حرف بعد هذه الحروف.
وطبعا عرفنا ان هم موجودين في البيت اللي هو طب، ثم صل رحما تفز جدا نعم دعسوء ظن زر شريفا للكرم. والحكم الثاني او النوع الثاني من انواع اللامات اللي هو لام الايه الحرف، وقلنا ان لام الحرف ده في حرفي هل وبل، اذا اتى بعدهما اللام او الراء يكون حكمه الادغام، اذا اتى اي حرف خلاف ذلك يكون حكم الايه الاظهار. اما مثلا ايه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم ادي لام هل ووقع بعد العين حكم الاظهار، يبقى اذا وقع بعد لام هل وبل اي حرف خلاف اللام والراء يكون حكم الايه الاظهار. والامثله كثيره في القران الكريم. طيب علشان ما نطولش عليكم هندخل على النوع الثالث من انواع اللامات الساكنه في القران وهو لام الامر. انظر معايا تحت هنا بيقول لك ايه، لام هي لام ساكنه زائده تدخل على الفعل المضارع فتحوله لصيغه الامر، وبشرط ان تكون مسبوقه بالواو او الفاء او ثم. كلام جميل. ازاي الكلام ده؟ ازاي نعرف لام الامر؟ تعرف لام الامر اذا دخلت على الفعل المضارع واتى قبلها حرف الواو او حرف الفاء او حرف ثم. طب نجيب الامثله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، فلينظر الانسان الى طعامه. فل ادي اللام ساكنه وقع قبلها الفاء وبعدها فعل مضارع كده حولته لايه؟ الى امر. فلينظر ده امر من المولى تبارك وتعالى لنا، بيقول ايه؟ فلينظر الانسان الى طعامه. يبقى نعرف اللام اللي هي لام الامر ازاي؟ هي ان تاتي لام ساكنه اللي كتب ولا تعلمن نبأه. انا قلت في بداية الحلقة اننا نبحث عن اللام الساكنة، اقرأ كده ولا اللام هتلاقيها مفتوحة، لا ده مش مجال بحثنا، مجال بحثنا عن اللام الساكنة فقط، مثل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا يهمك. تمام، ما احنا بنتعلم كلنا من بعضنا ان شاء الله، يعني ما فيش. يبقى دلوقتي بنبحث عن ايه؟ عن اللام الساكنة. يبقى اللام الساكنة إذا أتى بعدها فعل مضارع وقبلها حرف من الحروف الثلاثة اللي هم الفاء أو الواو أو ثم، يبقى ده اسمها لام الإيه؟ لام الأمر. كما أتينا بالأمثلة، فليعبدوا رب هذا البيت، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ولتأتي طائفة أخرى مثلا. يبقى أي مثال من الأمثلة هذه يبقى نعرف إن ده اسمها لام الإيه؟ لام أمر. يبقى كيف نعرف لام الامر؟ ازاي نعرف لام الامر؟ يبقى هي ان تاتي لام ساكنه زائده قبلها الواو او الفاء او ثم وبعدها فعل مضارع، ويكون حكمها وجوب الاظهار مطلقا. طبعا دي ما فيهاش ادغام، يبقى لام الامر وجوب الاظهار ما فيهاش ادغام. يبقى احنا قلنا الالف التعريفيه فيها ادغام واظهار، لام الحرف فيها ادغام واظهار، اما لام الامر فليس بها الا الايه؟ الا الاظهار فقط، وجوب الاظهار فقط. طيب جبنا الامثله طبعا زي فلينظر وثم ليقضوا وليوفوا وهكذا. طب ننتقل الى النوع الثالث او النوع الرابع من انواع اللامات السواكن، وهو لام الايه؟ لام الفعل. لام الفعل طبعا قال لك هي لام ساكنه اصليه في الكلمه، وتاتي في الفعل سواء الفعل ده ماضي او مضارع او امر، كما في قوله التقى. التقى ده فعل ايه؟ فعل ماضي. يبقى نعرف ان اللام بتاعها لام اصليه في الكلمه ووقعت في فعل وليست اسم وليست لام الف تعريفيه. التقى، هل ينفع نستغني عن اللام هنا؟ ما ينفعش، يبقى لا يجوز الاستغناء عنها. اما في الالف التعريفيه يجوز الاستغناء عنها، ممكن تقول كتاب، ممكن تقول رجل، كده مش هتخل بالمعنى. انما في لام الفعل لو احنا حذفنا اللام منها هيبقى لها معنى؟ لا، ما تديناش اي معنى. طيب في الفعل المضارع زي ايه؟ زي يلتقطه. يلتقطه، ادي فعل مضارع.
طب في الامر زي ايه؟ زي قل. يبقى نعرف النوع الرابع من انواع اللام اللي هي لام الايه؟ الفعل. تأتي في الفعل الماضي والمضارع والامر. ولها حكمين، الإضغام والإظهار أيضا. كما قلنا في لام الحرف الإضغام والإظهار، أيضا في لام الفعل الإضغام والإظهار. وأيضا الإضغام إذا أتى بعد اللام لام مثلها أوراء، زي ما قلنا في لام الفعل لام الحرف بالضبط، تمام. يبقى إذا أتى حرفي اللام أو الراء بعد قل مثلا أو بعد أي حرف لام وقع في فعل، يبقى حكم الإضغام، زي قل ربي قل ربكم وهكذا. يبقى إذا وقع حرفي اللام والراء بعد الفعل يكون حكمه إيه؟ الإدغام. أما إذا وقع أي حرف من الحروف غير اللام والراء بيكون حكمه إيه؟ الإظهار، زي قل نعم قل عسى وهكذا. وباقي الأحرف حكمها الإظهار. يبقى متى تكون لام الفعل حكمها الإدغام؟ إذا أتى بعدها حرفي إيه وإيه؟ تمام، اللي كتب ويجعل لكم نورا، ادي لام في فعل وقع بعدها لام بحكم الادغام، تمام، فتح الله عليك، ويجعل لكم نورا تمشون به، ماشي. يبقى متى تكون لام فعل حكم الادغام؟ اذا اتى بعدها حرفي كذا وكذا، اللي هم ايه وايه؟ واللي جاب مثال هو وقل ربي، تمام، يبقى اللام والراء، تمام، وقل ربي ارحمهما، ادي اللام وقع بعد الراء يبقى حكم الادغام، تمام، فتح الله عليكم. كده انتم ماشيين معايا كويس ان شاء الله، ربنا يوفقكم. طيب تعالى اما نشوف بقى النوع الخامس من انواع اللامات الساكنه في القران، وهي لام الايه؟ لام الاسم. لام الايه؟ لام الاسم. قال لك هي لام ساكنة أصلية أيضا في الكلمة. أما جيب اسم مثلا كده، حد يجيب لي اسم فيه لام ساكنة. أما أقول مثلا سلطان، لام هنا أصلية في الكلمة ولا لأ؟ ووقعت في فعل ولا لأ؟ وفي اسم ولا لأ؟ يبقى سلطان طبعا موجودة في القرآن، سلطانة، تمام. طيب أما أقول بقى إيه؟ ألسنتكم، المفرد بتاعها إيه؟ لسان. يبقى اللام أصلية في الكلمة وليست زائدة عن بنية الكلمة. وكلمة ألفافا وكلمة ألوانكم، تمام. يبقى ألوان ده المفرد بتاع ايه؟ اللون. يبقى اللون، يبقى هنا حرف اللام من أصل الكلمة، من أصل ايه؟ يبقى إذا كانت اللام الساكنة وقعت في اسم وهي من بنية الكلمة، يبقى نعرف إنها اسمها لام الايه؟ لام الاسم. أما إذا كانت زائدة عن الكلمة ووقعت في ألف، بس ما ألف التعريفية يجوز الاستغناء عنها. يبقى كلمة ألسنتكم وكلمة ألوانكم وكلمة ألفافة، دولك اسمهم لام الايه؟ لام الاسم، تمام. سلسبيلة، فتح الله عليكم. يبقى اللام هي اللام الساكنة الأصلية في الكلمة، لام ساكنة. كلمة سلسبيل، سلسبيل طبعا مش اللام ساكنة ووقعت في اسم. لا، اللي بيسال بيقول انطلقوا، حكم ايه ده؟ طبعا يا جماعه انطلي اللام بتاعت انطلقوا دي، لكن اللام احنا قلنا ايه؟ اللام مكسوره وليست ساكنه، احنا بنتكلم عن اللام الساكنه فقط، تمام. لو جينا بقى، لو عاوزه تشوفي الاحكام اللي فيها، طبعا فيها طاء مفخمه، واضح لحضرتك؟ لو عايزه بقى، لو هتوصلها بما بعدها انطلقوا الى مثلا، يبقى فيها هنا مد منفصل، طبعا في المدود هنا ناخدها ان شاء الله. اما اذا كان قصدك على اللام اللي هي في كلمه انطلقوا ديك، ليس لها حكم، لان اللام هنا ايه؟ متحركه وليست ساكنه، واحنا عارفين ان احنا بنبحث عن الايه؟ عن اللامات الساكنه فقط، تمام. يبقى لام الاسم حكمها وجوب الاظهار، ما فيهاش ادغام طبعا. يبقى لام الاسم ولام الامر الاثنين حكمهم الايه؟ الاظهار قولا واحدا. لام التعريفيه ولام الحرف ولام الفعل لهم حكمين، الاظهار والادغام. طبعا وعارفين الاظهار وقت ايه في التعريفيه، والادغام وقت ايه، وضربك في لام الحرف وفي لام الايه؟ الفعل. اعتقد كده اللامات الساكنه في القران الكريم وضحت بالنسبه لنا، ولا فيها غموض؟ واحنا طبعا لما نقرا هنبتدي ان احنا نوضح اكتر، وهنطبق ونبين الايه؟ الاحكام اللي هتقابلنا ان شاء الله. طب اللي عنده سؤال بقى واستفسار في انواع اللامات الساكنه في القران الكريم يتفضل.
تمام كل واضح. طيب عايزين نقرأ بقى الأبيات اللي بيقول ازاي ذاكر. طبعا في كتب كثيرة في علم التجويد ماشي، طبعا منهم غاية، طبعا افضلهم، انا بقول لك على افضل كتب التجويد غاية المريد في علم التجويد. طبعا في كثير من الكتب وعلماؤنا الافاضل ربنا يجزيهم خير يعني اتكلموا كتير، يعني في ناس كتير جدا ابتدوا ماشي يكتبوا فين في علم التجويد، وهتلاقي كتب كتير جدا جدا في علم الايه التجويد. طيب هنبتدي بقى ان شاء الله نقرا الابيات اللي هي تخص حكم لام ال ولام الفعل اللي احنا خدناها النهارده ان شاء الله. كتاب العميد طبعا هي جميع كتب التجويد ما فيهاش اختلاف، والعميد ده يعني جميل جدا، ويعني ذكر جميع الايه؟ جميع الاوجه اللي موجوده ومتكلم في كل شيء. انا بتكلم عن غايه المريد لانه طبعا بالنسبه للي هو درس قبل كده وعايز يتعمق فيه، اما اللي هو مبتدئ طبعا في امامه اللي فيه الشروح مبسطه جدا. طيب احمد سامي بيقول افتح المايك. ماشي يا احمد يا سامي، هنفتح لك المايك حالا. انت بتسال عن لام الامر، قلنا يا احمد ان لام الامر بياتي بعدها فعل مضارع وقبلها حرف من الحروف الثلاثه اللي هم الفاء او الواو او ثم، زي ما جبنا امثله من القران الكريم وقلنا فلينظر، وقلنا ثم ليقضوا تفتهم. الكلام واضح؟ احنا قلنا ايه؟ فلينظر، قلنا ثم ليقضوا تفتهم. يبقى نعرف لام الامر علامتها ايه؟ علامتها ان بتيجي لام ساكنه، ايوه في فعل مضارع، بعدها فعل مضارع وقبلها الواو او الفاء او ثم. وضحت؟ وان شاء الله وانت يعني بتطبق في القران الكريم هتبتدي يعني هتقابلك اللامات دي، هتبقى ان شاء الله هتقابلك كتير وهتعرفها باذن الله. واحنا حاليا هنطبق ان شاء الله في القران الكريم، احنا بنطبق من جزء عامه. تابع معانا وان شاء الله هنقرا الابيات، ولو في اي استفسار تاني اتفضل. هنرجع بقى لاحكام النون والميم المشددتين. وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. نقولها تاني، احكام النون والميم المشددتين. وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. هنقرأ احكام لام ال ولام الفعل. طبعا احنا قرأنا امبارح احكام الميم الساكنة، واعتقد ان احنا معظمنا عرفها ونحاول ان احنا نحفظها ان شاء الله. طيب هنقرأ النهاردة ايه حكم لام ال ولام الفعل، هي بعد الميم الساكنة مباشرة. تمام، بعد الميم الساكنة مباشرة حكم لام ال ولام الايه ولام الفعل. الابيات اولى بتقول ايه؟ للام ال حالان قبل الاحرف. تمام، اسمع معايا ان شاء الله هنظهرها حاليا امامنا على الشاشه. يبقى حكم لام ال ولام الفعل، اولى ايه؟ للام ال حالان قبل الاحرف اولاهما اظهارها فلتعرف قبل اربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما ادغامها في اربع وعشرة ايضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز بالجامع دع سوء ظن زر شريفا بالكرم. طبعا يا ظهر حاليا امامنا احكام الميم الساكنه، هنظهر حكم لام ال ولام الفعل، هي طبعا بعد احكام الميم الايه الساكنه.
للأسف هي غير موجودة في الملف حاليا، ولكن احنا هنقرأها على حضراتكم واسمعوها للسماع فقط، وانتوا ان شاء الله اللي في بعضنا حافظها والبعض التاني هيسمعها يستفاد منها ان شاء الله. أول استاذة، أول استاذة ان شاء الله هنتكلم عليها، ماشي هنتكلم عليها حاليا ان شاء الله. طيب يبقى يقرأ تاني الأبيات ونسمعها. للام الحالان قبل الأحرف، هنا تكلم أول شيء عن إيه؟ عن لام ألف التعريفية. يبقى أول ما ابتدأ الناظم تكلم عن اللام اللي هي الساكنة، هي اللام التعريفية ال. للام الحالان، إيه هما الحالتين اللي هما الإظهار والإدغام طبعًا زي ما إحنا عرفنا. للام الحالان قبل الأحرف. قبل 14 خذ علمه، من ابغي حجك وخاف عقيمه، زي ما احنا قلنا ال 14 حرف اذا وقعوا بعد ال التعريفيه يكون حكمها الايه؟ الاظهار. يبقى من ابغي حجك وخاف عقيمه، ثانيهما ادغامها في 14 ايضا ورمزها فعي، ثم صل رحما تفز جدامعا دع سوء ظن زر شريفا بالكرم. واللام اه ظهرت حاليا امامنا، ان شاء الله هنحاول ان احنا نظهرها. يبقى نقول تاني الاول، للام الحالان قبل الاحرف، اولاهما اظهارها فلتعرف، قبل 14 خذ علمه، لنبغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفز جفدان عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية، اللام الأولى اللي هي الإيه؟ الحكمة الإظهار اللي هيجي بعدها ابغي حجك وخف عقيمه. يبقى واللام الأولى سميها إيه؟ قمرية. واللام الأخرى سميها شفوية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. تمام، احنا قلنا طبعا ان اللام الفعل لها حكمين، الاظهار والادغام. هنظهرها وقتين وندغمها وقتين، ندغم اذا اتى بعدها اللام او الراء، ونظهر يبقى نظهر اذا اتى بعدها اي حرف غير الايه؟ اللام والراء. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. أو معذرة طبعا إن إحنا مش موضحين أمامكم الأبيات، ماشي، لأنها مش موجودة حاليا. هنحاول إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله نوجدها ونقرأها على حضراتكم مرة ثانية بإذن الله. طيب تعالى نشوف بقى أول استعاذة كده، حاجة بسيطة جدا ومبسطة. نشوف أول استعاذة، نتكلم عن أوجه الاستعاذة. أنا مثلا عاوز أقرأ القرآن، تمام، ابتديت إن أنا أقرأ، فلي كام حكم أو كام وجه في الاستعاذة؟ أنا هاجي أستعيد أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هبتدي بسورة الإيه؟ الفاتحة. ليه كم حالة؟ ليه أربع حالات. قالك الاستعاذة والبسملة. أولا الاستعاذة، اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد قراءة القرآن الكريم، فإذا قرأت القرآن، الدليل هم من القرآن الكريم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالى ما نشوف حكم الاستعاذة. قالك ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة مندوبة قبل قراءة القرآن، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة. يبقى من الواجب عليك حينما تريد أن تقرأ القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها وردت في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا لها أكثر من صيغة، صيغها أو صيغتها، أول حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ممكن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. يبقى عرفنا أن لها كذا صيغة، لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الصيغة الواردة في القرآن الكريم،
ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بصيغة غير هذه الصيغة. طبعا ما وردش عن الرسول أنه هو قرأ غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله ما نرتقي ونقرأ في الشاطبية بإذن الله تعالى هتعرف إن إنك قالك إيه يعني بيتكلم عن الاستعاذة وقال هناك إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني افرض هتزيد عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلت مثلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حد أقول لك ده أنت جاهل أو أنت لا ما تعرفش أو كم لا طبعا ما فيش أي شيء وما فيش اختلاف طبعا. يبقى وإن تزد لربك تنزيها فلست إيه مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد. يبقى الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت بأن الرسول لم يزد عن إيه عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ولو صح هذا النقل ولو صح هو المايك حاليا مش شغال سامعيني يا جماعة؟ شغال اصل احمد بيقول المايك مش شغال تمام. يبقى ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا يعني لو صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم او زاد على الاستعاذة زاد عن لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كانش ماشي لازم كان هيجينا حديث نص على ذلك وانما جميع الاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يزد على صيغه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي الصيغه المختاره. يبقى الصيغه المختاره التي نقرا بها والتي يقرا بها هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لانها وردت فين؟ في القران الكريم. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لو صح هذا النقل لم يبق مجملا وفيه مقال في الاصول. طبعا العلماء كلهم اتكلموا في الموضوع ده وكل واحد اتكلم ولكن قال ايه انه يعني يجوز ان تتلفظ باستعاذه غير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن تقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله اللطيف الخبير من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وهكذا. تمام؟ اتفقنا على ان الاستعاذه مطلوبه في بدايه القران الكريم. طيب احكام الاستعاذه مع البسمله. احكام الاستعاذه مع البسمله. بقول لك احكام الاستعاذه والبسمله. الاستعاذه صيغتها طبعا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكمها اجمع العلماء على انها مطلوبه ممن يريد القراءه. والبسمله صيغتها بسم الله الرحمن الرحيم وحكمها واجبه. تمام؟ واجبه. عند أوائل السور عند جميع القراء ما عدا سورة التوبة سورة براءة. طبعا في سورة التوبة ما بنقولش بسم الله الرحمن الرحيم لأن كما علمنا من العلماء رحمة الله عليهم قال لك إن سورة التوبة نزلت بالسيف وبالعذاب للمشركين فيعني ربنا سبحانه وتعالى ما أنزلش البسملة لأن البسملة فيها نوع من الرحمة وهنا السورة ابتدأت بالعذاب وبالسيف فلم يوضع لتلك السورة البسملة. تمام؟ أو لهذه السورة بسملة. يبقى أجمع العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة وحكم البسملة واجبة عند أوائل السور عند جميع القراء ما عدا سورة براءة. طيب تعال ما نشوف للاستعاذة. لك للاستعاذة عند بدء القراءة حالتان. أول حاجة الجهر بالاستعاذة إنما أجهر أو الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الإصرار بها. الإصرار بالاستعاذة أيضا أقولها في سري أو الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام؟ يبقى الاستعاذة لها حالتين. طب الاستعاذة فيهم لو أنا كنت مثلا بقرأ في مناسبة أو في عزاء مثلا يبقى أو واحد قاعد بيستمع لي فأنا بقرأ وبجهر بالاستعاذة. أو إذا كنت من يقرأ وسط مجموعة وكان هو المبتدئ وذلك في مقام التعليم، إحنا قاعدين مثلا في مقام تعليم في حلقة التعليم وابتدينا بالقراءة، ابتديت أنا مثلا بالقراءة يبقى أجهر بالاستعاذة. يبقى حالتان يجهر بها وحالتان يبقى يسر بها. في حد بيسأل بيقول يعني لو بدأت سورة التوبة بالبسملة حرام؟ إحنا مش هنقول حرام وحلال
علشان ما ندخلش في مسألة تانية. لا احنا بنقول ان من الافضل اننا نقرأ سورة التوبة بالاستعاذة فقط وليس بالبسملة. ماشي، ما فيش حاجة اسمها حرام. لا ما نقولش حرام، لان في بعض الاماكن في القرآن الكريم في بعض المواضع ذكر العذاب والمغفرة ورا بعض. طبعا قول صدق الله العظيم ده فيها اختلاف كتير، وفي علماء قال ما تصدقش لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حسبك ولم يقل صدق، وفي علماء تاني قال لك لا ده في جماعه بيحتجوا بقوله تعالى قل صدق الله. وطبعا هي فيها اختلاف، يعني لا ينكر من صدق على من لم يصدق، يعني سواء قلنا صدق الله العظيم ام لم نقل صدق الله العظيم ليس فيها اختلاف. الامور دي يا جماعه احنا عايزين نخرج من مسائل الخلاف ديت، مش عاوزين ان احنا نقف عليها، سواء صدقت او ما صدقتش ده ما فيهاش اختلاف، ما فيش حد ينكر على ايه على الاخر. يعني انا قلت صدق الله العظيم ما فيش حد يقول لا ده حرام، لا ده ما رضيتش عن الرسول، لا ده كذا، او واحد مثلا ما صدقش يقول لا ده خلاص، لا ما فيش فيها اي اختلاف. طبعا الاختلاف ده هو بسيط جدا وما فيهوش اي خلاف، سواء صدقت او ما صدقتش الموضوع ده هو ليس فيه ايه، ليس فيه خلاف ولا حرام ولا حلال، سواء صدقت او ما صدقتش. وطبعا هو كلام الله سبحانه وتعالى صادق في كل ايه، في كل ما يقوله المولى تبارك وتعالى طبعا. ولكن احنا ايه تصديقا لكلام المولى تبارك وتعالى، او نحن مثلا ايه نعظم كلام المولى تبارك وتعالى ونقول ايه صدق الله العظيم. فطبعا الكلام ده مسائل الخلافات البسيطه ديت مش عاوزين ان احنا ندخل فيها، ونعرف ان سواء صدقنا او ما صدقناش الامر ايه على السواء، يعني سواء صدقنا او ما صدقناش الامر مباح يعني ومتاح لنا. تمام، يبقى في حالتين اجهر بالاستعاذه فيهم، وفي حالتين اسر بالاستعاذه. يبقى اذا كنت بقرا في مناسبه او في محفل من المحافل، يعني مثلا في عزاء ماشي يعني هقرا، يبقى بجهر بالاستعاذه. في مناسبه مثلا بقرا طبعا في وسط الناس بقرا وين وبستعذ. وايضا في مقام التعليم في حلقه للتعليم مثلا، وهبتدي انا بالقراءه، يعني مثلا هناخد جزء كل واحد يقرا ربع وانا ابتدي، يبقى خلاص ايه اجهر بالاستعاذه. يبقى متى يجهر بالاستعاذه؟ يجهر بها في حالتين، اذا كنا في مقام المحافل والمناسبات او في مقام التعليم. تمام، طب لك حكم الاستعاذه لمن قطع القراءه؟ انا طبعا كنت بقرا وقفت توقفت مثلا، حد دخل عليا بيسالني سؤال او حصل اي ظرف طارئ مثلا. اذا كان اضطراريا كعطس او كلام يتعلق بالقراءه لا نعيد الاستعاذه. ازاي؟ انا بقرا مثلا فقابلني حكم من الاحكام او حكم شرعي مثلا او حكم تجويدي او الى غير ذلك من الاحكام، قابلني حكم، هل يجب علي ان انا استعيد مره اخرى؟ لا، انا خلاص استعدت مره وقفت ان انا ببين للناس حكم مثلا، خلاص ببتدي ايه اكمل قراءتي بدون استعاذه. يبقى حكم استعاذه لمن قطع القراءه اذا كان اضطراريا كعطس، انا بقرا عطست مثلا، او كلام يتعلق بالقراءه زي ما قلنا بنبين وجه من وجوه النحو، بنبين وجه من وجوه التجويد وهكذا ومن وجوه القراءات، لا نعيد الاستعاذه. تمام، اما اذا كان الامر اجنبيا عن القراءه ولو رد السلام نعيد الاستعاذه. واحد ماشي من عليا السلام عليكم، فانا توقفت عن القراءه ورديت وعليكم السلام، يبقى علشان يعني يبقى من الافضل يعني ان انا ايه استعيذ وارجع، لان يعتبر انا قطعت بايه القراءه. تمام، يبقى حكم الاستعاذه لمن قطع القراءه اذا كان اضطراريا لا يعيد الاستعاذه. طبعا عرفنا اضطرار زي ايه، عطس او سعال او الى غير ذلك من الايه من الامور التي تصدر الانسان، او طبعا بتبين حكم زي ما احنا قلنا او كلام ده. واذا كان الامر اجنبيا عن القراءه ولو رد السلام نعيد الايه الاستعاذه. يبقى عرفنا حكم الاستعاذه من قراءه لمن قطع القراءه. طيب متى نسر بالاستعاذه؟ وقت نقولها في سرنا. قال لك من يقرا سرا، لو انا مثلا بقرا سرا مع نفسي كده قاعد لوحدي في البيت، قلت اما رجع لي على جزء واقعد اراجع لوحدي في سري، خلاص بقرا الاستعاذه في سري زي ما انا بقرا سرا، يبقى بقرا خلاص. يبقى اول حاجه بالاستعاذه سرا لمن يقرا ايه سرا. الحاجه الثانيه من يقرا وسط مجموعه ولم يكن هو المبتدئ، مثلا هنقرا جزء معين النهارده وفي واحد ابتدا واستعاذ، ماشي استعاذ وانا هقرا مثلا الثاني او الثالث او الرابع، هل يجب علي ان استعيذ ثاني؟ لا خلاص ما استعيذش، يبقى يجوز لي ان انا ايه
اسر بها او ما اقولهاش خالص. طب الحاجه الثانيه لا الثالثه، قال لك من يقرا جهرا ولا يوجد من يسمعه. انا قاعد لوحدي وهقرا عادي، ولو حتى اقرا جهر ممكن اقول لك سري، ده ما فيهاش مشكله. وايضا من يقرا في الصلاه اماما او ماموما، انا دخلت امام بالناس خلاص بستعذ بالله في سري ثم اشهر بالايه؟ بالبسمله. يبقى عرفنا الحالات التي نجهر بها في الاستعاذه والحالات التي نسر بها الاستعاذه. ايوه طبعا، لكن ما احنا قلنا الاستعاذه لازم عليها عادي، ما فيهاش، احنا قلنا الامور الخلافيه ديت مش ايه؟ ما فيهاش اي شيء. وباذن الله يعني ده طبعا ده احنا بنقرا كلام الله، في يعني في احسن من كلام ربنا سبحانه وتعالى. طب تعالى نشوف بقى اوجه الاستعاذه عند قراءه اي سوره ما عدا سوره براءه. الاوجه الجائزه عند بدء القراءه من اول السوره، من اول السوره. قال لك اول حاجه فصل الجميع، فصل الاستعاذه عن البسمله عن اول السوره. نقرا نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يبقى اول حاجه فصل الايه؟ فصل الجميع او قطع الجميع. يبقى اقطع الاستعاذه عن البسمله عن اول السوره. ده لو قلت لك ما الاوجه الجائزه عند بدء القراءه، تقول لي لهم اربع حالات او اربع اوجه. اول حاجه قطع الجميع او فصل الجميع، يعني فصل الاستعاذه عن البسمله عن اول السوره. نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو الاولى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ كما قالت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها، كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقف، بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يبدأ بإيه؟ بأول السورة. تمام. الوجه الثاني وهو وصل الجميع. وصل إيه؟ وصل الجميع. هنوصل بقى الثلاثة مع بعض. نقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام؟ يبقى أول حاجة فصل الجميع. الحاجة الثانية وصل الجميع، وهو أن يصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة كما هو واضح أمامنا. الوجه الثالث هو فصل الأول ووصل الثاني بالثالث. الفصل الأول اللي هو الإيه؟ الاستعاذة، بنقرأها ونقف عليها، نقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نقف، ثم نبدأ بالبسملة ونصلها بما بعدها بأول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام. طيب الوجه الرابع وهو وصل الأول بالثاني وفصل الثالث، نوصل الاستعاذة بالبسملة. نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقف ونقرأ بقى ايه؟ الحمد لله رب العالمين. تمام. اوجه الاستعاذة عند قراءة اي سورة ما عدا سورة التوبة، يبقى كام وجه؟ اربع اوجه، اما فصل الجميع او وصل الجميع، او فصل الاول ووصل الثاني بالثالث، أو وصل الأول بالثاني وفصل إيه؟ الثالث. أظن كده العملية واضحة جدا ومفيش أي حاجة فيها صعوبية ولا حاجة. طيب في طبعا بعد كده في أوجه بين السورتين وأوجه البراءة والكلام ده كله، مش هن إيه؟ مش هنخش فيما بعد. هنكتفي بإيه؟ هنكتفي بالحاجات دي النهاردة إن شاء الله، وبكرة هنبقى نكمل علشان الوقت كده دخل وعاوزين نطبق بقى شوية. تمام؟ طبعا ان شاء الله الحاجات دي كلها هنبقى ايه؟ نكملها بكره. طب الاول لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار، علشان بقى نحاول ان احنا نطبق قد 10 دقايق ولا ربع ساعه كمان، بحيث ان احنا الجماعه زمانهم قلقوا مننا او زهقوا مننا، قالوا ايه انت هتاخدنا طول الليل بقى، عايزين ورانا بقى سحور ورانا الصلاه، يعني عاوزين نصلي بقى ركعتين ولا حاجه. طبعا اظن المعظم كده خلاص عاوز يقوم بقى، كفايه كده. تمام بس. طب حد عنده اي سؤال او استفسار اقول؟ اللي عنده اي سؤال او استفسار اتفضل، علشان هنبتدي النهارده علينا سوره التكوير. ماشي، ادي سوره التكوير ظهرت امامنا حاليا، هنقرا من اولها.
نركز مع بعض علشان هنسأل في الأحكام اللي خدناها قبل كده، في أحكام النون الساكنة والتنوين وفي أحكام الميم الساكنة. أول محاضرة ليكي، المواعيد طبعا بتبقى كل يوم من الساعة 10:30، المواعيد كل ليلة من 10:30 مساء طبعا. طب إزاي أعرف الحروف مهموسة أم لا؟ طبعا في حروف للهمس وفي حروف للجهر. حروف الهمس معروفة اللي هم 10 حروف موجودة في كلمة إيه؟ فحته شخص سكت. يبقى حروف الهمس كام؟ 10 حروف. فحته شخص سكت. أنت طبعا عارفة إن في التاء لما تكون ساكنة بتسمعي إيه؟ القراء بيهمسوها. تمام؟ حروف الهمس طبعا مش حرف واحد اللي هو التاء، لا ده 10 حروف اللي هم فحته شخص ايه سكت. زي مثلا اذا الشمس كورت، ادي فيها همسه كورت، يبقى اي حرف ايوه تمام فحته شخص سكت، يبقى بس بشرط ان الحرف يكون ايه ساكن. يبقى لو لقينا تاء مفتوحه نهمسها، انا بسمعها من بعض القراء تاء متحركه وبيهمسها، لا ده خطا. يقول لك مثلا واذا كنت فيهم، لا كنت، لا التاء ما بتتهمس هنا، لا بتهمس وقت ايه؟ بتهمس حالة السكون فقط، ما تقولش كنت، لا كنت تاء عادي. اما بتهمس اذا جاءت ساكنة وعند الوقف، طبعا ما احنا ما بنقف بنقف بالسكون، واذا جاءت ايضا متوسطة ساكنة. اتضحت؟ اما نيجي مثلا نقرا باي ذنب قتلت، التاء الاولى بتاع قوتي، التاء اللي تحتها كسره دي هنهمسها؟ لا ما نهمسهاش، بنهمس التاء الساكنه فقط. وضحت؟ طيب فلنبدا بعون الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من يستطيع أن يقرأ؟ اللي عاوز يقرا من اول سوره التكوير اتفضل. اللي عايز يسال اي سؤال اتفضل. اي سؤال اي استفسار اتفضل. ومن يريد القراءه اتفضل نفتح المايك.
سيناء لا يا سناء، مش نزار عند حضرتك المايك، انتظار مش عندها، مش عندك مايك، مش مشغلة مايك عند حضرتك. لا لو عندك مايك يا ريت توصليه، لان نزار حاليا امامنا ان عندك مايك. وصل للاسف نزار عندنا، ممكن يكون في عطل في الجهاز نفسه. اللي سألت قالت هعرف ازاي مد البدل الشبيه بالبدل. طبعا ان شاء الله الدرس ده في الايه، في انواع المدود. مد البدل انا اديك يعني نبذه بسيطه مختصره دلوقتي علشان من ايه ما نطولش. مد البدل اما اجي اقول مثلا كلمه امنوا، امنوا لو جينا نبص لكلمه امنوا هي مش اصلها مد، ده اصلها همزه، حرف الالف اللي هو بعد الهمزه اصله همز، همز ساكن، كان اصله ايه؟ أأمنوا، ولكن اجتمع مثلين يبقى اجتمعت همزتين الاولى منهما متحركه والثانيه ساكنه، فبدلت الهمزه الثانيه من جنس حركه ما قبلها. ازاي؟ يعني اللي قبلها مفتوح يبقى هتبدا الى ايه؟ الى الف، نقول آمنوا، يبقى ده اسمه بدل، اسمه مد ايه؟ مد بدل. يبقى مد البدل ماشي يا شيرنا، وصلتي؟ يبقى مع بعض. لا وصلت بس ردك مش ظاهر عندنا حاليا والله، يعني خلاص ان كان ما كانش كده يبقى بكره باذن الله. يبقى مد البدل، مد البدل بنعرفه ازاي؟ كما في كلمه امنوا اصلها امنوا، يبقى اجتمع همزتين الاولى متحركه والثانيه ساكنه، ابدلت الهمزه الثانيه من جنس حركه ما قبلها، فاذا كان ما قبلها مفتوح أبدلت إليه ألف، وإذا كان ما قبلها مكسور زي كلمة إيمان أصلها إيمان، تمام؟ أصلها إيه؟ إيمان. طبعا اجتمع همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة، فأبدلت الإيه؟ الهمزة الثانية من جنس حركة ما قبلها. قبلها مكسور، إيه اللي الناس الكسر؟ اللي هو الياء، يبقى نقول إيه؟ إيمانا. وكلمة أوتو أصلها إيه؟ أصلها أوتو، ايضا اجتمع همزتين الاولى متحركه والثانيه ساكنه، فابدلت الهمزه الثانيه من جنس حركه ما ايه ما قبلها، فاللي قبلها مضموم، فايه فاحنا بنضم الايه بندي الهمزه الثانيه الى واو اوتو، يبقى امن او ايمان او اوتو، ده اسمها ايه؟ اسمه مد البدل. مد، وطبعا ان شاء الله هناخد الحاجات دي كلها في احكام المدود، علشان احنا كده ايه اعتقد ان اخرنا حضراتكم. ولو حد عنده اي استفسار او اي سؤال يتفضل، ولو حد عاوز يقرا يتفضل علشان ننهي الحلقه. مفيش اي سؤال او اي استفسار؟ تمام، اعتقد كل شيء واضح. ولو في اي سؤال او استفسار درس بكره ايه ان شاء الله بعد اللامات السواكن، احتمال ناخد بكره، خلينا في المد والقص. ماشي، ناخد المد، احكام المد لان هي بعد، او ناخد ايه، لا خلينا بكره ان شاء الله المثلين والمتقاربين والمتجانسين، لان بعد حكم لا مال ولا من فعل المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين ان شاء الله هنقراهم بكره وهندرسهم بكره باذن الله. يبقى ناخد بكره ايه؟ المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين باذن الله تعالى. طيب ناخد كده حكمين تطبيقي كده على اللي احنا خدناه النهارده، اللي هي لام التعريفيه. كلمه الشمس، مين يعرف يقول لي نوع اللام وحكمها هنا؟ الشمس
ما نوع اللام وما حكمها؟ شمسية مدغمة. تمام، يبقى دي من أنواع اللامات الإيه اللي هي لام التعريفية، يبقى شمسية إيه مدغمة. الله تعالى. طيب، وإذا النجوم أيضا مثلها. طب كلمة الجبال شمسية ولا قمرية؟ احنا نطقناها، يبقى كل لام مظهرة حكمها ايه؟ لام قمرية، حكم الإظهار. تمام؟ الجبال يبقى قمرية مظهرة، فتح الله عليك. العشار أيضا، الوحوش أيضا قمرية مظهرة، البحار، النفوس يبقى شمسية ايه؟ مظهرة. الموؤودة، طيب ادي كلها من انواع الايه؟ لام التعريفية. الشمس، النجوم، الجبال، العشار، الوحوش، البحار، النفوس، الموؤودة، تمام، وهكذا. السقف، السماء، الجحيم، ده كلها أنواع إيه؟ لام التعريفية. بالخنس، كلمة الجوار، كلمة الكنس. والليل أيضا فيها يعتبر لامين، اللام مشددة بلامين، يبقى هنا في لام وقع بعدها اللام، يبقى حكمها إدغام، الاثنين اتضربوا ببعض بقت لام واحدة مشددة. وكلمة الصبح، تمام؟ وبعد ذلك كلمة إيه؟ العرش. وكلمة الأفق هي بالأفق، وكلمة إيه؟ المبين ده. وكلمة الغيب، ده كله كلام واضح إن شاء الله، ما فيهوش أي شيء. العالمين ايضا. اه ماشي تمام، يبقى لو حد عنده اي اسئله او اي استفسار اتفضل. ما فيش حد عنده سؤال؟ خلاص، وبذلك نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لكم مني افضل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بكرة بإذن الله نكون في نفس الموعد في نفس المكان إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، جزانا وجزاكم وجزا المسلمين والمسلمات عنا خيرا، ونفعنا الله وإياكم بما نتعلم إن شاء الله.